يعني كان في مشكلة في نادي سابا باشا أظن في الأسكندرية، هل حلت هذه المشكلة باشمهندس سعودي؟ يا فندم، المشاكل اللي بتحصل بالنسبة لموضوع النوادي مشاكل سنوية، وطبعا دي الطبيعة يعني وتأثيرها، لكن احنا دايما بناخد احتياطاتنا الواجبة في موضوع الحماية والاستعدادات الواجبة. بتقوم النوة ممكن تحصل يعني في ساعات تكون الأمور كلها محلولة بالعاملين على الأرض يعني. لكن ما فيش ديون كانت متراكمة على هذا النادي وبالتالي انتوا كنقابة بتحاولوا تحلوها دلوقتي؟ احنا دايما لما بنتكلم في المرحلة اللي ابتدينا فيها العمل في نقابة المهندسين في الدورة اللي فاتت من سنة 18 لحد 22، احنا بنتكلم عن نادي المهندسين ان هو من 18 المحافظة كانت بتحاسبنا على حقوق الانتفاع من سنة 76، يعني اتفاق محرك ايه يعني، احنا مش بنتكلم على المرحلة اللي احنا فيها ان هذه المديونيات على النقابة، لا، النقابة المحافظة بتحاسبنا على مديونيات لم يتم تحصيلها من سنة 76، وده طبعا اجراء تراكمي وده حق دولة، واحنا النقابة لديها من الالتزامات للدولة بناء على التوجيهات بالنسبة لمعالي المهندس الثاني ضاحي النقيب العام، ان الدولة دايما بتكون يعني اولوية اولى في اي تصرف بيتم معاها يعني.